السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد وفي اليوزر نيم بمحمد 11، واليوم حنلعب ماينكرافت، وان شاء الله ننزلكم حلقات كل مرة وكل يوم. وعندي تكتر باك يعني جديد توا نازل، شفته فعجبني فحطيته، اللي هو هذا التكتر باك. هذا احلى تكتر باك عندي، وش اسمي النيم حقي؟ هذا حيكون اسم الولد حقي ان شاء الله، ما رسبن في الثلج. يا رب يا رحم الراحمين. يعني يقول اكثرها ثلج. ما يهم، شوف التكتر باك الحلو. استنتي صف واحد، الله يهديك. شوف الثانيين، شوف الثانيين صف واحد بعد. ايوه كفو، شوفين هذه ثلاثة. هذا اللي كفي سريرين هذه. خلينا نجمع الود عشان نسوي كرافتنج تيبل وستيك. خبلشت انا من لهجتك ذا الهندية. عب عليك، تراك مفصخة. أنا بشوي بيتي هنا، يعني بيتي الأولية، بشوي زي كهف. أنا ما حأبدأ زي دحومي ثلاث ساعات هنا في الكهف. خليني أسوي ستيك والأشياء اللي نحن نحتاجها. أنا أبي ألاقي كول عشان أشمع البيت إن شاء الله. عاد أسوي هذا البيت لين الليل، يعني أخلص البيت ألاقي كل شيء لين الليل.
الرجل السرير. وش ذا؟ لا أكيد في فايروس. شوي خليني أسوي سرير ثاني. أعرف إنها فكرة سيئة بس بحفر تحت لما ألاقي كول. إن شاء الله ألاقي كول حتى لو واحد والله يكفي. وما عاد لو ألاقي دايموند. خلينا نحفر كله. شو حظ ما في كول ولا شيء ولا دنيا ولا شيء ولا شيء. لا دي بس واحد عشان ما يبين إني أنا محفر فيها. قربت انسى شيء مهم. لازم خشب اكثر. أجمع الود عشان والله بيكول موت. أنا بيكول موت. أشوفك. وصلنا في آخر الفيديو ولا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وانتم عجبكم. مع السلامة.